أنا هلا حش سليمان Digital Tools Expert from L.A.L. Lebanese Alternative Learning. هالفيديوز هن جزء من المدرس Project ومن خلالهم رح نتعرف سوا على كتير من الأونلاين Tools وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح نتعرف سوا على Wordwall. إذا عندكم concept أو فكرة أو موضوع أو حتى مفردات جديدة عم تتعلموها بالصف وبدكم التلاميذ يتمرنوا عليهم بطريقة ممتعة وما يزهقوا, Wordwall هي tool المناسبة لهذا الشيء. خلينا نشوف كيف. منفوت على www.wordwall.net, منكبس على sign up, منحط الايميل والباسورد او منعمل sign in مع جوجل اذا عنا account. هيك منكم فتنا على Wordwall. مثل الفيديوز اللي قبل والتولز اللي شفناهم سوا لحد هلا, كلهم تقريبا فينا يا نعدل بنشاطات اوريدي موجودة على الاداة اللي عم نستعملها او نعمل نحنا نشاط اللي بدنا اياه. رح نبلش اول شي نشوف شو في نشاطات اوريدي موجودة. رح نكبس على كوميونيتي, بقلب كوميونيتي ببين عنا كل النشاطات اللي معمولة اوريدي من اساتذة تانيين فينا استخدمها, فينا استخدمها مثل ما هي وفينا عدل عليها. مثلا رح نشوف مع بعض هلا هذا النشاط اللي بيحكي عن الوقت, حاطينه هو بالتمبليت تبع الكويز. سو رح نعمل start, what time is it, next, what time is it, 3 o'clock. هلا اللي فيني اعمله انه فيني غير التمبليت, يعني بدل ما يبين كأنه كويز فيني اعمله open the box, maze chase, airplane, game show اللي انا بدي. رح نقي مثلا maze chase, نكبس على start. So what time is it? It's 9. So أنا بدي مشي بطريقة إنه نخلصه قبل ما يجوا عليه. So نطلع. خسرت. خلينا نرجع نعيد. مثلا what time is it? It's 7:45. So فوق. نطلع لفوق حتى نوصل قبل ما يجوا. يعني بتتخيلوا قد ايه التلاميذ ممكن ينبسطوا بهيك شيء. فينا نجرب مثلا open the box, hit start, what time is it, 3 o'clock. اوكي هلا هيدا المحتوى موجود مثل ما هو, اذا انا بدي استعمله وعدل عليه ما بدي استعمله مثل ما هو, اللي بعمله انه بكبس على edit content يلي هي يعني نعمل edit للمحتوى, او حتى كمان هون فينا اعمل like وفينا اعمل له bookmark يعني سيفه عندي بقلب الاكاونت تبعي. رح اكبس على edit content. اول شيء يا بعمل له duplicate يعني بعمل منه نسخة وبعمل له edit بهيدا النشاط بالتحديد, او بعمل له edit على كأنه quiz, يعني بدي نقي اي template انا بدي اياها. رح نقي كأنه كويز, مثل ما شايفين هون بقدر غير السؤال, بقدر شيل حتى يتناسب مع شو اللي نحن عم نعطيه بالصف, فينا صعبه فينا اعمله اسهل فينا نشيل منه اسئلة, وبس خلص بكبس على دان وهيك بيكون صار عندي نسخة من هذا الاكتيفيتي لإلي. هلأ إذا نحن بدنا نعمل اكتيفيتي بنكبس على create activity, والحلو هون إنه ليكو كم تمبليت عندي. هلأ أنا لأنه الأكاونت تبعي for free ما نعمل upgrade ما بقدر استخدم كل شيء, وبيطلع لي أعمل تقريبا لحد الخمس نشاطات. سو لنقول نحن بدنا نعمل هلأ نشاط بدي حط random wheel, عم نشتغل بالصف على بقلب مجموعات وأنا بدي نقي حدا من التلاميذ يطلع يشرح شيء أو يخبرنا شو عم يعمل ومن عارفين مين بدي نقي. فيني أكتب أسامي التلاميذ وخلي الويل هو ينقي مين مين التلاميذ اللي بدي إياه يطلع يحكي. رح أكتب الأسامي كتير بسرعة, مثلا كريم, آن, مريم, هلا, جاك. بكبس على دان وهيك بيكون الراندوم ويل صار جاهز. بكبس ستارت وبيبين عندي كل اللي بدي اعمله, بس بكبس على سبينت وهيك هو بنقي اي تلميذ لازم يطلع. هلا مثلا رح نرجع نروح على كرييت اكتيفيتي, فينا نختار مثلا اكتيفيتي تاني كمان رح فرجيكم كيف فينا نعمله, مثلا انجرام. اذا نحن عم نشتغل على كلمات او عم نتعلم فوكابيولري مفردات جديده فينا اكتبها هون ويتمرنوا التلاميذ على كيف لازم يكتبوها او السبيلنج تبع الكلمه. مثلا لنقول opposition وفينا نزيد تاني كلمه مثلا clock وحط done. بكبس start وبلش بظبط الاحرف بالتدريج مثلا وخلصت الكلمه. هلا اذا بدي اعمل شير لهذا النشاط مع التلاميذ حتى يتدربوا على الكلمات بالبيت او على حيالله نشاط تاني بالبيت, بكبس على شير
وبعمل كوبي لللينك وببعث لهم اياه على حيلا بلاتفورم اللي نحن بنستعمله، او حتى فينا اعطيهم الكيو ار كود كمان بفوتوا على النشاط وبيتدربوا عليه. وهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو، stay tuned لحتى نتعرف سوا على غير اونلاين تولز بالفيديو اللي جايين.